ما يحل أن الرجل يفضي إلى امرأة وتفضي إليه، يصبح يحدث الناس أني سواء كان مع أهل كذا وسوت مع كذا. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: هذا من أبغض الناس عند الله، أن يفضي الرجل إلى المرأة وتفضي إليه فيصبحان يحدثان الناس بما كان بينهم. هذا من أعظم وأفضل الأشياء. بيوت مستورة مهما كانت فيها من مشكلات لكن ما يسمع الناس عنها، وبعض البيوت مشكلة صغيرة على حاجة تافهة عاد آخر الحارة عارفينها، الخبر منتشر، ومما يؤدي إلى تأجيج المشاكل ويدخل فيها الناس. وعرف أن الزوجة إذا اشتلت بيت زوجة ترى صعب ترجع، خلاص بين فخولها راس، وكله بيدخل أعوان الشيطان في هذا الأمر. فانظروا لو مشينا على منهج الإسلام في رعاية حق الزوجية لما وجدنا هذا الأمر. كان رجل من الصالحين ابتلي بزوجة فاسدة، صبر عليها ونصحها وعظها وقام بحقها وكتم سرها سنوات، وهو الناس يسمعون عنه لكن هو كاتم، ويسألونه إيش شاكي من زوجتك، إيش معك، إيش ليش صابر عليه، ليش كذا. قال لهم: ما لكم، يعني ما لكم تدخلون بيني وبين زوجتي، ما لكم خص. ثم إنه بعد سنوات من الصبر والتحمل طلقها. فلما طلقها جاءوا هذا أصدقاء السوء مرة ثانية، قالوا له: الآن طلقتها، أخبرنا بما أنكرت عليها. قال: أكتمت سرها وهي زوجة ثم أفشي سرها وقد أصبحت أجنبية علي؟ والله لا أفشي لها سر. يعني روحوا دوروها مع غيري. شو كيف الناس الستيرة، ما بعض الناس إذا طلق زوجة اليوم أفشى لها أسرارها ونشر عند الناس وفضح بها بحيث أن عاد ما يقبل عليها زوج، أو هي فضحت الزوج وأفشت أسراره وتو ما تعرفون وأنا كذا وصابر عليه بكذا وتحملت فوق ما يحتمل بشر، وتنشر كل الفضائح فضح به. هذا والعياذ بالله أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فالستر الستر.